ألو، يا الله، سلام عليكم. السلام ورحمة الله سيدنا الغالي، حي الله خادم للزهراء، حي الله خادم الحسين، رحم الله والديك، الله يعلي شانك سيدنا الوردة، حي الله أصلك. صلى على محمد وآل محمد. صلوات على محمد وآل محمد. سيد صلوات على محمد وعلى آل محمد. حياك الله سماحة الردود حيدر، بشرونا عنكم. حي ودوم، الله يعزك، الله يستر عليك، حياك الله. والله أحببنا يعني نحدثكم في أمر إن كان وقتكم يسمح. تفضل. حياك الله. الصوت بعيد شوية. إيه، أنت منين تخابر؟ من مصر، من مصر. اللهم صل على محمد. سلام محمد وآلي محمد. والله سمحت الردود. تفضل سيدنا. حياك الله. أنا كنت أقرأ في القرآن الكريم فوجدت شهادتين، شهد الله أنه لا إله إلا هو محمد رسول الله، وجدت الصلاة، وأقيموا الصلاة، الزكاة، وآتوا الزكاة، الصوم، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصبر، الحج، وأتموا الحج والعمرة لله، وما وجدتش الإمامة اللي هي أهم ركن من أركان الإسلام دي كلها. يعني أركان الإسلام الخمسة دول وجدتهم في القرآن، وإمامة الأئمة الاثني عشر لم أجدها في القرآن. نعم، عندك آية في القرآن تثبت إمامة الأئمة الاثني عشر؟ سمحت الردود حيدر. يا الله، سمحت الردود حيدر. سكر الخط، هاتوا تاني، هاتوا تاني. سكر الخط لأنه عجز، سكر الخط لأن هذه الديانة لا يوجد عليها أدلة محكمة ثابتة واضحة بينة من كتاب الله تبارك وتعالى. أهو بيدي جرس، أهو بيدي جرس، لكن لا يريد أن يرد، لا يريد. سلام عليكم. بسم الله الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كده رد، تعال. فين فين الأئمة هنا؟ وين وين الإمام جعفر الصادق في هذه الآية؟ وين الإمام أهل البيت، الحسن أهل البيت، العسكري؟ أهل البيت ما هو أبناء الحسن من آل البيت. يا ما أبناء الإمام الحسن سلام الله عليه، الحسن المرتضى أو المجتبى، من آل البيت، أبناء بيت. أبناء ابن عباس من آل البيت، ليش لم يدخلوا في هذه الآية؟ أنا أريد آية زي شهد الله أنه لا إله إلا هو محمد رسول الله، وأقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، وأتموا الحج والعمرة لله. عايز آية واضحة بينة يفهمها القاسي والداني، تنص على تنصيب الأئمة الاثني عشر. عايز تفتح فيديو، افتح لك فيديو. حياك الله سماحة الردود. يا الله، حياك الله. سمح، حياك الله أنت، حياك الله. بص بص سماحة الردود، حياك الله. شوف شوف سماحة الردود حياك رسول الله. هذا مرآة العقول، أهو هذا مرآة العقول، وهذا بحار الأنوار. حبيبي تسمعني؟ جاي تسمعني؟ أسمعك، أعطيني أدلة من هذه، تفضل. تؤمن إنه رسول الله كلام مثل القرآن؟ إذا نتفق أنا وأنت، لا يوجد شيء في السنة، وننتقل للقرآن، لا يوجد شيء في السنة يخدم دين الشيعة في إثبات الأئمة. هات لي بقى من لا يوجد في القرآن شيء يخدم دين الشيعة. إذا تعال نذهب للسنة أنا وأنت، تفضل. ما جاوبت أنا حتى الآن. هات. نعم، السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله نؤمن بها يا ردود حيدر. سيدنا حياك الله سمحت الردود حيدر، صديقك اللي كان بيكلمنا. حياك الله، انا رامي عيسى، اسمي رامي عيسى. حياك الله. اسمعني، كلام رسول الله عندك اشكال ليه لا يقوله؟ ايش قرب الجوال من صوتك شويه، انت في السياره. حياك الله. كلام رسول الله عندك اشكال ليه لا يقول يا رسول الله؟ لا نفهم كلام رسول الله، بس نعترف ان دوت لا يخدم الشيعة. اليهودي التوراة يخدمه، النصراني الانجيل يخدمه، انت يا سي يا شيخ حيدر ردود حيدر ده لا يخدمك، القرآن الكريم لا يخدم معتقدك. هذا لا، الان انت معايا اهو، الان بالله عليك. هات من السنة يلا. حياكم الله يا اهل العراق. أفا سكر الخط في وجهي، ده هم أربعة راكبين السيارة، كل واحد بيعطي الجوال اللي جنبه شوية. آخر ما زالوا قالوا لا مفيش في القرآن، نروح للسنة. بيقول لي دلوقتي هركن السيارة وأكلمك تاني، خلينا نتصل عليه تاني. خلينا نتصل عليه تاني، لا مش هنسيبه النهاردة.
ردود حيدر الغزالي ده ردود معروف عندهم، يعني اعترف كده، ايوه يا شيعي اعترف ان القرآن الكريم لا يخدم معتقدك، اليهودي والنصراني يخدموا الانجيل، الانجيل المحرف. هو عندي هنا مش عارف الولد وضعه فين، عندي هنا الانجيل والتوراة، خلاص اللي يخدمك يا شيعي القرآن الكريم ما يخدمكش، قول كده قول، بس في عندنا احاديث تخدمنا. خلينا نجيب حيدر الغزالي ده تاني. طب ليه استدل من الاول من القران؟ الان بيكنسل عليا والله، لا يريد الرد، لا يريد ان يرد. طب ليه استدل من القران اولا؟ ليه بتستدل من القران اولا وتقول لي انما يريد الله يذهب على ايه التطهير، يعني اللي هي جزء من ايه. خلينا نسيبه وهناخد اللي بعده، بس اعلم ايها الشيعي ان دينك ليس موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، لانه مختلق من صنع البشر.